الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إحنا واقفين في ميدان التحرير، وإحنا جايين هنا عشان نرفع راية تطهير مصر من الفساد، وبنرجو إن المجلس العسكري يستجيب لطلبات الشعب، وإن اللي بيحصل ده يعتبر استفزاز للشعب. يعني إزاي إن اللي قتل وإن اللي سرق يحكم عليه بالبراءة، أما هو الشعب هو المتهم يعني. فإحنا بنطالب المجلس العسكري إنه يتخذ خطوات جادة، بلاش اللي هو الحاجات اللي هي السلبية اللي بيعملها ديت والضغوط اللي بتتمارس عليه. لا، الشعب هنا هو اللي مع، هو المجلس العسكري، الشعب مع المجلس العسكري ويؤيد المجلس العسكري، واي ضغوط خارجيه لا، الشعب انت رصيدك في الارضيه في الشعب، الشعب طول ما واقف معاك ما تخافش من الضغوط الخارجيه، الشعب يتحمل معاك كل شيء، تحمل مع عبد الناصر، تحمل مع السادات، تحمل مع حتى مبارك الظالم اللي ظلمه، تحمل معاه لاجل مصر، لان الشعب المصري يريد نصره مصر. واحنا بنقول لاهالينا ما ينسقوش وراء مساله الدستور. اولا الدستور اولا ده مش في خدمه مصر ولا في خدمه اي حد في مصر، الدستور اولا ده بيخدم طائفه معينه، طائفه يهمها مصالح شخصيه وهمها مصالح خارجيه. احنا بنقول لا، احنا نريد مصلحه البلد، ومصلحه البلد مش هتقوم الا بمقدراتها وشعبها اللي يريد الشعب، والشعب يريد دين اولا ودوله تقوم على الخير، دوله على العدل ما تقومش على الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا نزلنا النهارده ان شاء الله عشان نجدد روح الثوره في ميدان التحرير، خاصه وان احنا حسينا ان الثوره تسرق وان الثوره لم تحقق شيئا حتى الان، ونشعر بانه هناك التفاف على مطالب الثوره، خاصه في الاسبوع الماضي واحكام البريئات التي شاهدناها في حق رموز النظام السابق مثل بطرس غالي وغيره واعوانه من النظام البائد. كمان حاسين ان مفيش قانون بيتطبق ولا عداله تطبق الا على فئه اللي هو لصالح فئه اخرى دون الفئه. احنا نازلين بنطالب بتطبيق العداله والقانون على جميع المواطنين في مصر دون تمييز، القانون فقط وليس الا هذا ما نريده.